هذا وثمن فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان في خطبة الجمعة بجامع الفاتحة الإسلامي التوجيهات السديدة والمستمرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وبناء على هذا التوجيه والهدي النبوي الكريم، نرى أن الواجب يحتم علينا أن نتقدم برسالة شكر وتقدير وامتنان واعتزاز لقيادتنا الرشيدة على رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى، وسمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، وسمو ولي العهد سلمان بن حمد حفظهم الله ورعاهم على توجيهاتهم السديدة في إدارة أزمة كورونا بكل حكمة واقتدار، واتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة هذا الفيروس ومنع انتشاره ومواجهة انعكاسات انتشار هذا الوباء العالمي على المستوى المحلي والداخلي، بما يحافظ على صحة وسلامة وأمن واطمئنان المواطنين والمقيمين واستمرار برامج المملكة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين وتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية البحرين. وهذا ما تعودناه دائماً من قيادتنا الحكيمة في إدارة الأزمات والشدائد والضوائق والمحن، فجزاهم الله خيراً وبارك في جهودهم وسدد على طريق الخير والمحبة والعطاء خطاهم.